يعيشها الوداد والعودة إلى مراكش بأقل خسائر، مع العلم أنه يملك مباراة ناقصة سيستقبل خلالها على فريق الدفاع الحزني الجديد. إذن أمامكم الرسم الذي يعبر على أشياء كثيرة، عودة الفصيل وينرز لتشجيع فريق الوداد الذي في أمس الحاجة إلى هذا التشجيع. إذن بسرعة نعطيكم تشكيلة فريق الوداد البيضاوي. المدرب هو حسن نادر، غادي يعتمد على التشكيلة التالية: نادر المغري في الحراسة، بقية لاعبين مراد المسان، محمد السعيدي، يوسف رابح، وليد القرتي.